هذه تلفزيون ووتش، المشاهدة لساعات طويلة أمام التلفزيون للكبار والصغار. خلينا في أطفالنا اللي هم ثمراتنا. القعدة لفترات طويلة تصيب الطفل باللامبالاة، بالبلادة. لو كان الطفل دون الرابعة بتبقى هتعمل حاجة خطيرة، يعني في حاجة اسمها فيكشن أند نون فيكشن، الواقع والخيال. الطفل ده ما بيقدرش يميز بين الاثنين، وبالتالي بيتفرج على أفلام وجات لأمهات من الدور الستاشر، والواد ماسك الستارة وعايز يطير زي سوبرمان. يبقى إذن الواقع والخيال هيحصل فيهم لبس، لأنه متخيل أن كل الفرجيته على التلفزيون طول الوقت كأنها حاجة طبيعية، بيعيش الدور بيندمج. لا، ما ينفعش أقعد قدام التلفزيون ساعات طويلة. تعالوا بقى ناكل ونقزقز قدام التلفزيون، سمنة وسمنة وحركة قليلة، يعني هخش في متلازمة إكس، وزن زيادة، ضغط زيادة، سكر زيادة، دهون زيادة، احتراق يقف. أيوة، ده في الأطفال. من أكبر التحديات اللي بتقابلنا كدكاترة أطفال هي السمنة اللي بدأت تنتشر وتزيد. فالتلفزيون له عامل فيها. الأخلاقيات من الحاجات اللي برضو لازم أخد بالي منها. ابني بتفرج على إيه؟ هل بتفرج على حاجة هادفة ولا لا؟ القعدة قدام التلفزيون لفترة طويلة، خاصة الشاشات القديمة اللي هي بتطلع فوتونات، اللي هي بتطلع شحنات كهربائية. لو انت معدي قدام التلفزيون الشاشات القديمة هتلاقي بعض الهدوم اللي انت لابسها بتنجذب ناحية الشاشة، لان في شحنات كهربائية طالعة، هتطلع علي، هتخلي تركيزي يقل، هتطلع علي، ممكن تنشط بؤر الكهرباء. فالشاشات ال سي دي الحمد لله حلت المشكلة، اللي هي الشاشات الفلات او الشاشات اللي موجودة في معظم البيوت دلوقتي. نروح لحاجة تانية وهي من اعظم اختراعات العصر. من الثمانينات كان اكبر حاجة بنتخيلها ان احنا ممكن نكلم واحد في امريكا او واحد يكلمنا من استراليا من غير ما يكون في اي اسلاك، انه الموبايل. يا سادة، الموبايل جميل جدا لو استخدم بجدية ولو استخدم بتقنين، ولكنه خطير جدا. خدي بالك يا ستي، انت الحامل هتحطي الموبايل جنبك يبقى بتعملي تشوهات في طفلك، خليه تستخدميه في اضيق الحدود. اتنين، الطفل واللي نايم او الطفل اللي عنده كهرباء زايدة او اللي عنده اضطراب في كهرباء القلب والموبايل جنبه هيعمل له مشاكل. الموبايل لساعات طويلة للأسف الشديد لو اتكلمت فيه تركيزك بيبقى قليل جدا. أخطر واحد هيصاب من استخدام الموبايل لفترات طويلة حتى لو كان مقفول جنبه، لأن دي موجات كهرومغناطيسية، والطفل المصاب ببؤر كهربائية أو عنده كهرباء زايدة. فيعني الوسطية مطلوبة. كان زمان نازل تحذير